هل في عواصف في حياتك؟ هذه المنطقة بحيرة طبرية مشهورة بالعواصف، عدة مرات ذكرت في الكتاب المقدس، وأنا عشت في هذه المنطقة، واللي عايش في هذه المنطقة بيعرف من فترة لفترة البحيرة أحياناً بتكون هادية جداً، لكن أحيان أخرى بتهب العواصف فجأة. وإحنا جنبنا في جبل، بين هذه الجبلين في وادي اللي بتيجي منه الرياح اللي بتحرك هذه المي، تحدث العواصف. بعد إشباع الآلاف طلب المسيح من تلاميذه أن يروحوا للعبر، حدثت عاصفة هوجاء، جاء المسيح ماشياً على الماء، وطلب من بطرس كمان أيضاً يمشي على الماء، لكن لما دخل السفينة هدأ العاصفة. وكان إعلان طبعاً عظيم، مين اللي بهدئ العواصف؟ مين اللي عنده السلطان على الطبيعة سوى رب الطبيعة؟ لكن أحباء المسيح هدأ عاصفتين، العاصفة الخارجية اللي بتيجي كتير مرات بظروف إحنا مش متوقعينها، مثل العاصفة مع التلاميذ، بتيجي التجارب، بتيجي العواصف، كوارث، أحياناً موت، أحياناً مرض، خسارة مادية، تجارب صعبة، ألم، اللي بتخلي الإنسان فعلاً يعيش في محنة، في ظروف صعبة جداً. تأكد مكتوب لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا. إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وتأكد لو أنت في عاصفة، ولو أنت في النار، يسوع معاك في النار ويسوع معاك كمان في العاصفة، اسمح له أن يقود سفينة ودفة حياتك. لكن العاصفة اللي أصعب كان لازم يهدئ العاصفة الداخلية، مش العواصف الخارجية، الرياح والأمواج. العاصفة الداخلية للتلاميذ كان الشك والخوف وعدم الإيمان، الخوف بشل. تعرفوا الخوف بخلينا نشوف في منظار بشري، الإيمان بخلينا نشوف بعين الرب، بالعين الروحية. لما بتتحول لحياتنا لعدم إيمان وعدم ثقة، تبتدي الهزائم في حياتنا، والصراع والفشل أيضا. وأصعب عواصف إنه الإنسان لما من جوا بيكون مهزوم، لما من جوا بيكون محطم، والخوف فعلا بشل حركة الإنسان. في كتير ناس بتخاف إنه تتكلم عن يسوع، في كتير ناس خايفة من المستقبل، في كتير ناس خايفة من الموت، في ناس كتير خايفة من الأبدية. جاء المسيح ليطمئن القلوب إنه في حياة وفي ضمان وفي خلاص أبدي. لكن أحبائي، عدم الإيمان هو اللي بيمنع. مكتوب مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، ولكن ليطلب بإيمان. ثم الشك، بتعرفوا لما الإنسان بيبتدي يشك في صلاح الله، ويشك في محبة الله، ويشك في قدرة الله، وبيبتدي يتساءل وين أنت يا رب من خلال هذه العواصف، هو بيجي لإلك وبهدئ العواصف، لكن بيبني إيمانك وبعزز ثقتك، وأهم شيء بحررك من الخوف. لأن الله لم يعطنا روح الخوف للعبودية، الله لم يعطنا روح الفشل. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة. هدأ العواصف وهدأ العاصفة الداخلية. يمكن أنت اليوم بتعاني من خوف، بتعاني من شك، من عدم إيمان، فعلاً أنت قريب، عندك قناعة عقلية في المسيح لكن مش الإيمان القلبي. يمكن خايف تأخذ خطوة بسبب الاضطهاد، بسبب عيلتك، بسبب وضعك، بسبب بلدك، ولربما بسبب دينك. لا تخف، ما في خسارة في يسوع المسيح. اسمح له أن يأتي إلى حياتك ويهدئ كل عاصفة وكل اضطراب في حياتك. واليوم أنا عاوز أكلم كل شخص بشاهدني، إذا أنت عم بتمر في تجارب صعبة وفي ألم وظروف، أنا بصلي في اسم الرب يسوع اليوم يحول اللعنة إلى بركة، وبصلي في اسم الرب يسوع أنه اليوم يسترد كل مسلوب في حياتك ويرد اعتبارك وقيمتك، وبصلي اليوم أنه يحررك من الخوف ومن الفشل ويملأك إيمان وثقة. أولادك للرب، بناتك للرب، ما تخافش، حياتك في إيدين الرب، لكن ثق في صلاح الرب.
هو بحبك وعاوز الأفضل والخير في حياتك. إذا كنت بتمر في عاصفة مثل ما مر التلاميذ على بحيرة طبرية، اسمح ليسوع أن يأتي لحياتك الآن.